مساء الخير، مساء النور عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنباركوا لكم نواشر رجب اللي بلغنا شهر شعبان ورمضان فاقدين وانا مفقودين ان شاء الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وخرجت شويه متاخره، مهم احنا مازال باقيين حاليا في جبت لكم قفيت ناس كما كتشوف في اول فيديو جبت نبات في الكتيفات كاينين في اللوينات كما كتشوفوا. كاين عاوتاني هذا القفطان هذا في اللون الابيض سبب الطريزات ديالهم. كاين عاوتاني هذا القفطان هذا في اللون الاحمر ومطروز وفيه تنبات حتى هو بالزقلي الحر اللون الاحمر اللي عشاق ديالو. كاين عاوتاني في هذا اللون الازرق، ماشي الازرق ملكي، مهم بحال لون ازرق ولكن ماشي ازرق مغلوق. كاين عاوتاني هذا اللون عاوتاني شيبي توا عين عقده حتى لتحت توا كما كتشوفوا مطروز وفيه تنبات. الى بقيتوا معنا حتى دابا ما تنساوناش بلي الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد والحصري على الموضه. كاين عاوتاني هذا القفطان في اللون ديال البيج مطروز وبت نبات عين عقده تلتحت بالمجدول ديالو لوينه تامه مختارين ديال طريزه زوينه. كاين عاوتاني هذا القفطان، هذا قفطان بالسروال ديالو حتى هو بعين عقده نص طوق كما كتشوفوا المجدول. يعني بالنسبه اللي كيعجبو بحال هاد الموديلات يعني ياخذ افكار اشنو كاين حاليا في السوق.